ايضا النهارده كان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. خلال الاجتماع تم الحديث ومناقشه الطريقه الافضل لتكريم الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الرياضه السابق. العمري فاروق زي ما حضراتكم عارفين وفاته المنيه، وتم مناقشه العديد من الاقتراحات والافكار الخاصة بالتكريم الخاص بالأستاذ العمري فاروق بما يتناسب مع تاريخه وعطاءه المخلص للنادي عبر عقود طويلة. خلال هذه العقود ترك خلالها بصمات مؤثرة في جدران النادي الأهلي. وقرر مجلس الإدارة أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة. مجلس الإدارة بيجهز لتكريم الوزير العمري فاروق امتى؟ زي ما قلت لحضراتكم هيبقى ده خلال الفقره او الفتره القادمه. ده هتقول لي اصله لسه شويه، هقول لك اه، لانه قيمه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الرياضه الاسبق تستحق ان احنا ناخد بالنا من كل حاجه بتتعمل عشان يكون، مش انا، مجلس الاداره يستحق ان هم ياخدوا بالهم من كل حاجه بتتعمل عشان يكون تكريم يليق بهذه الشخصيه، يليق بواحد من محبين النادي الأهلي العظام، واحد من اللي لهم تأثير كبير جدا جدا أو كان لهم تأثير كبير جدا في النادي الأهلي خلال الفترات السابقة. الوزير العمري كان راجل مش عارف، يعني أنا جوايا حاجات كتيرة جدا ممكن أتكلم عنها لأن كنت قريب منه جدا فترة ما قبل وفاته، ولكن الوزير العمري عنده شخصية كده تخليك تقدر ممكن تقعد تتكلم معاه 3 4 5 6 ساعات وهو بيسمع لك علشان يقول لك الحل لو عندك مشاكل سواء في شغلك أو شخصية. فالوزير العمري كان من الناس النادرة، من الناس القليلة اللي بتستمع، ومن الممكن جدا إن هو يغير من وجهة نظره عشان بيشوف اللي قدامه بيتكلم صح. فعشان كده ما تلاقيش حد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، مش هتلاقي حد من محبين النادي الأهلي ما بيحبش هذه الشخصية. هذه الشخصية اللي الكل الحقيقة كان زعلان جدا، أنا بشوف أصدقائه وأصحابه على الفيسبوك وهم بيتكلموا على شخصية الوزير العمري، الكل مفتقده، الكل زعلان عليه، ده لغاية النهاردة. يعني الوزير العمري توفاه الله من حوالي أسبوعين أو من 3 أسابيع، ولكن الناس بتتكلم عليه لغاية دلوقتي. لأنه يستحق مننا الحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا كأهلوية إن احنا نعملها له، وبالتالي أنا متأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي يفكر بشكل رائع وجيد جدا علشان يكرم هذه الشخصية اللي تستحق كل التكريم وكل الحب وكل الاحترام. الله يرحمه.